اختتم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الدورة التدريبية النوعية الأولى في مجال تحكيم الروبوت والذكاء الاصطناعي لمدربي معامل الروبوت على مستوى مديريات المحافظة. وأشار مدير تربية الساحل الأمين بعباد أن إنجاح الدورة يعتبر إنجاز وترقية جديدة في مجال عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى مدارس حضرموت، لافتا إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة عملت على تشكيل اللجان الخاصة بإقامة الحدث النوعي في تنظيم هذه البطولة خلال شهر مارس المقبل من جميع النواحي، مضيفا بأن حضرموت اليوم تمتلك 19 محكما متخصصا سيقومون بإدارة منافسات البطولة الأولى التي تجمع نخبة من طلاب وطالبات الثانويات على مستوى مديريات المحافظة.